أبشر بعزك حامل القرآن واظفر بمجد سامق ريان أصغت لك الدنيا فردت الآية واغمر فؤادا خائفا بأمان واغمر فؤادا خائفا بأمان. الله أمطرك السكينة حينما ضم الضلوع كمحكم القرآن أرواك نبعا صافيا مترقرقا فاضت عليك لآلئ الإحسان فاضت عليك لآلئ اقرأ كما قرأ النبي وصحبه فامتد عطر الآي في الأزمان الحرف فوق اليسر جاء مضاعفا يهدي سبيل الخائف الحيران. وصنعوا هذا الإنجاز، هذا الإنجاز المبارك ليدخلوا السرور على شيخهم ويثلجوا قلبه ويسروه، وإدخال السرور على قلب المسلم من أعظم الصدقات ومن أعظم القربات ومن جبر الخواطر، فما بالكم إذا كان هذا الذي تجبر خواطره شيخ فضيل مكرم عزيز تربع هؤلاء الطلبة ما يقارب مذ 40 أو 50 سنة وهم ينهلون من علمه ومن حفظه ومن توجيهه ومن نصحه، فصار منهم الأطباء والأئمة والأساتذة. إنها لمبادرة تثلج الصدور، وإنها من توفيق الله عز وجل، ولا وراني قد سمعت بهذه المبادرة في ربوع هذه الولاية إلا اللحظة فيما أعلم، فهذا توفيق من الله أن وفق الله سبحانه وتعالى طلبة الشيخ القدامى والمتأخرون إذا ورجال المال ورجال الأعمال، فهو أمة، إنه أمة يمشي على هذه الأرض. الشيخ من أقرانه دكتورنا وشيخنا الفاضل النذير حمد، وهو من أقران الشيخ محمد قتال، فليتفضل بإلقاء كلمة. الشيخ محمد شهادة حق أنه يحفظ القرآن الكريم حباً متراكباً ويرسم القرآن الكريم، لأن سيدي ربي رحمه جابي العربي الله يرحمه السليم كان دائماً يذكرنا ببيت من الجكاني الذي كنا نحفظه في كل لوحة: أحذف ترابا في 3 كلمات في الرعد والنمل وفوق النازعات، أحجز لي كيلا عن صحيح النقل، إلى غير ذلك من الرسم القرآني. فها هي ثمرته أنه أنتج هذا الإنتاج الذي عاد له في هذا اليوم بالخير والبركة، وأشكر كل من حضر لهذه المناسبة في التكريم أن الله يجزيه خير الجزاء. لماذا؟ لأن هذا يصبح تقليداً عندنا نحن في هذه المدينة لإكرام العلماء والشيوخ الذين بدأوا يحسون بالتهميش. لكن هو الحقيقة الإنسان عندما يكون مع الله لا يهمه
همشه البشر أم لم يهمشه؟ والقاعدة عند العارفين تقول: الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. ولهذا أقول له: هنيئا لك على أن الله كرمك في هذه الدنيا بهذا العدد الهائل من الطلبة في مشوارك التعليمي، والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين يوم القيامة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بالقرآن، وأن يجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرفعهم، ولا من الذين يقرؤون القرآن فيلعنهم. بارك الله في الجميع، وجزى الله الجميع خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظرة ما قدرت حتى ننظر في هذا الوجوه النيرة إن شاء الله بالطلبة، وربي اللي راه يعلم شنو في القلوب. أوصي إخواني إن شاء الله بتدريس القرآن الكريم إن شاء الله، وأن يعلموه شبابا صغارا كبارا. والشيء اللي حزت في نفسي أنه أول طالب يعني ما ذكرتوش هو سيدي عبد الرحمن إن شاء الله. في الحقيقة أنا تجاوزت من العمر 60، إن شاء الله إذا كان بقى في العمر بقية إن شاء الله رانا نكملوا المشوار إن شاء الله. لما كانش إن شاء الله رانا كاينين شيوخ أمثال هشام سماش، حسين رقام، ياسين رفاوي، كاينين ان شاء الله مشايخ ان شاء الله لي خير خلف لي خير سلف ان شاء الله. اطلب من اخواني الدعاء. الدعاء بالشفاء ان شاء الله لي ولجميع مرضى المسلمين ان شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيك شيخنا، نسأل الله العلي العظيم في هذا المقام الجليل وفي هذه الساعة الطيبة المباركة أن يذهب عنك البأس وأن يشفيك، إنه هو الشافي. اللهم اشف شيخنا شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. الشيخ محمد قتيل الذي فضله علينا كبير جدا، ولا نستطيع اللهم نختم كذلك هناك هدايا رمزية يقدمها الشيخ شعيب. شيخ حمد تفضل. شعيب طلع يا شيخ، طلع يا شيخ، يطلع هنا باش أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. 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 اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء
لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك بهذا القرآن الذي نحمله في صدورنا يا ذا الجلال والإكرام، نتوسل إليك بهذا العمل الصالح وأنت بذلك عليم. اللهم ما حفظناه إلا ابتغاء وجهك ومرضاتك وأنت بذلك عليم. نسألك اللهم بهذا العمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام أن تعجل لشيخنا الكريم الفاضل بالشفاء العاجل الذي لا يغادر سقم. اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، وأنت الله الذي تحيي كل، أنت الذي تحيي الميت، تخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت، وأنت الذي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وأنت الذي بيدك ملكوت السماوات والأرض، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تخيب رجاءنا فيك. اللهم اشف شيخنا شفاء عاجل غير آجل. اللهم أذهب عنه البأس بقدرتك يا قدير. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا. أشكر المبادرة التي قام بها الإخوان على التكريم الذي كرمني به، وهم راهم مشكورين إن شاء الله. والشكر الثاني يعود إن شاء الله للمدير تاع الفرع هذا تاع عمر بن الخطاب وخاوتنا وكل إن شاء الله الطلبة وكل، وما ننساش بلي راهم وكل مستواهم أعلى من مستواي. بارك الله فيهم إن شاء الله، ونشكر إن شاء الله جميع إن شاء الله سكان ولاية سطيف إن شاء الله، صغيرهم كبيرهم ذكراهم وأنساهم إن شاء الله. الله إن شاء الله يجعل كلمة القرآن هي العليا. هذه المبادرة التي صنعها طلاب الشيخ هي مبادرة طيبة وسنة حسنة متبعة، نسأل الله عز وجل أن تعمم هذه المبادرة ليكرم جميع المعلمين ويكرم جميع الشيوخ والأئمة، ليكرمهم طلبتهم ويكونوا قدوة لغيرهم إن شاء الله، وتكون فرصة طيبة لأن يجتمع الطلاب بمشايخهم، وهذا من البر الذي أوصى به العلماء حين قالوا العلم رحم بين أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحمد لله، يعني اجتمع نحن وطلبة الشيخ القدامى الجدد، الحمد لله درنا هذه المبادرة. الشيخ يعني الحمد لله فرح بها فرحا كثيرا والحمد لله، ونتمنى إن شاء الله تعم هذه المبادرة ويتكرموا عندنا مشايخ بزاف ما شاء الله، يعني عندهم أثر في هذه البلدة طيبة، ونتمنى كما قلت تعاود هذه المبادرة وجميع يتكرموا مشايخنا. ونشكر مدير مركز الثقافي على الاستضافة، كما نشكر التغطية الإعلامية صوت سطيف جزاهم الله خيرا، والإخوة لك من الإعلاميين أيضا. وفي الختام نسأل الله عز وجل القبول، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.